أهلا بكم من جديد. مفيش شك أبدا زي ما قلت في البداية أن بناء الوعي هو قضية أساسية، وأن الدولة بتبذل جهود كبيرة جدا لتحقيق بناء الوعي كقضية. يعني إزاي تحقق هذه الخطوات وفق جدول زمني مدروس؟ النهاردة هنتكلم عن الآليات بقى نفسها اللي الدولة بتتبعها أو اللي احنا محتاجين نتبعها في الفترة القادمة علشان نبني بخطى أسرع. اسمحوا لي أرحب بضيفي داخل الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير السياسة الدولية. منورنا يا فندم، أهلا بحضرتك. احنا بقالنا فترة طويلة الحقيقة بنتكلم عن قضية مهمة جدا وهي بناء الوعي، ويمكن مش في مصر بس، على مستوى العالم أجمع. ولكن بناء الوعي يعني أخذ شكل ندوات وأحاديث وكلام، وعلى أرض الواقع هناك آليات لابد أن يتم تنفيذها أو اتباعها عشان نكون بنبني صح. إحنا ماشيين إزاي وفضلنا قد إيه عشان نقول إن إحنا بالفعل ماشيين في خطوات هننجز في الفترة القادمة منها عدد كبير جدا من أهدافنا؟ طيب، قضية في منتهى الأهمية حضرتك بتطرحيها، بالطبع قضية الوعي. الإشكالية عندنا مش في بناء الوعي بقدر ما تكمن في مواجهة الوعي الزائف، مواجهة الحروب النفسية والمعنوية اللي بتشن على الشعب المصري. يمكن الأخطر منها الوسائل والأدوات اللي تم من خلالها تزييف الوعي المصري. شعب تمكن من صناعة 30 يونيو ما تقدريش تقولي أنه ما عندوش وعي، لكن تقولي انه ادوات التواصل، ادوات التكنولوجيا عشان تحصل 30 يونيو احنا برضو يعني تعذبنا شويه. ما هو احنا مش عايزين ده يحصل عشان نبدا ان احنا يبقى عندنا وعي ان احنا كنا غلط. ما هو ده احنا نتيجة عايزين نبني بقى صح. ده نتيجة ففي اكيد اليات. ايوه، ده نتيجه تزييف الوعي اللي حصل. وتزييف الوعي اللي حصل عمل مشكلتين كبار الحقيقه. عمل مشكله في المواطن، عدم ثقته في المؤسسات والوسائل الإعلامية التقليدية، وعمل مشكلة تانية في الهيكل بتاع الإعلام نفسه. لأن حضرتك لما تشوفي هيكل المؤسسات الإعلامية من 2011 ل 2014 كان عندنا أزمة كبيرة جدا. حصلت 30 يونيو، حاولنا أن احنا ننظم تاني ونعيد تنظيم إعلامنا، لم يحدث هذا الأمر إلا عام 2017، وكان الأمر خاضع طول الفترة دي لإصدار القوانين والتشريعات اللازمة علشان تصدر الهيئات الإعلامية. طبعا هنا علشان نقدر نواجه كل اللي حصل في الفترة اللي فاتت، دور كبير جدا لازم تلعبه الهيئات الإعلامية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام. أتصور أن احنا ابتدينا نحط نفسنا على المسار الصحيح في التعامل مع هذه القضايا، ويمكن كلنا شايفين الأجندة بتاعت المجلس، شايفين الأجندة بتاعت الهيئتين إزاي أن هم متوافقين مع تحقيق الأهداف الوطنية للدولة. الدور تاني لابد أن هو يحصل من المواطن، وده الدور المهم. طبعا هنيجي لدور المؤسسات الباقية، بس المواطن عليه أنه يكون في هذه المرحلة أكثر ثقة، أكثر تحمل المسؤولية، أنه يبحث كثيرا ويدقق فيما يتم بثه إليه من معلومات غرضها استمرار خلق حالة من الوعي الزائف. مش عايزين نقع في نفس الغلطة اللي وقعنا فيها في الفترات اللي قبل 2011 وطول الفترة من 2011 ل 2012. المواطن لابد أنه يكون فطن. لازم المواطن وهو بيتلقى أي مادة معلوماتية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام الرسمية أن هو يدققها. المواطن مش لازم يترك ذهنه ولعوبة يتلاعب بها الآخرين. لازم يكون المواطن أكثر ذكاء في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الإعلام، مش في الدولة المصرية بس ولكن في العالم، في ضوء التطور الهائل في وسائل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. حضرتك كده ركزت ان الآلية اللي بيبني عليها العالم اجمع الوعي هي الإعلام. طبعا. انما في ركيزة أساسية اهم هي التعليم، المؤسسات المعاونة. الإعلام هو الوسيلة المباشرة، هو الوسيلة الأكثر تأثيرا. إنما الوسائل المعاونة، الوسائل اللي احنا نقدر نشتغل من خلالها لزيادة فاعلية هذا الوعي الذي تخلقه المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية، هيجي من خلال تضافر جهود مؤسسات كتير: التعليم، الثقافة، الأسرة. مؤسسة الأسرة يمكن هي المؤسسة الأساس في ربط النشء، ربط الأطفال بوعيهم تجاه قضايا وطنهم، بتصور شكل وطنهم، بتصور أهداف وطنهم وأولوياته في هذه المرحلة.
بيتضافر معاها جهود المؤسسة التعليمية، المدارس والجامعات. اللي احنا شايفينه في السنين الأخيرة بيقول إن بقى في نوع من أنواع التشابك والربط بين مختلف الوسائل والأدوات. بنقول إن احنا في البداية مستحيل كل ما تم هدمه عبر سنوات طويلة من السبعينيات وحتى الألفينية الجديدة أو مطلع الألفية الجديدة إن احنا نتكلم على إن احنا هنقدر نواجهه في خلال 3-4 سنين، إنما احنا ابتدينا والآثار ناجحة جدا. أولا كل ما تعرضت لي الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية من استهداف تصدى لي الإعلام المصري والشعب المصري والوسائل المعاونة لخلق حالة وعي وثبات عند الرأي العام تجاه الهجمات التي تتعرض لها الدولة المصرية. عدينا أزمات كتير جدا. كل ما بقى قامت الدولة المصرية ببنائه من مشروعات قومية وتنموية عملاقة على الأرض قدرنا ان احنا نوصل الصورة كاملة للمواطن المصري، واستطاع المواطن المصري يتفهم ان هذه الدولة مش كما كانوا يشيعون انها تبني احجارا او تبني كباري وفقط، ولكن هذه دولة كبيرة، دولة عميقة مهتمة بالجوانب المختلفة لمؤشرات التنمية المستدامة. فبنشوف الاهتمام بالصحة، وبنشوف اكتر من وسائل اعلامية بتركز على الاهتمام بالصحة، الصناعة المصرية وكيف تطورت في السنوات القليلة الماضية، ازاي الصناعة المصرية متوافقة مع معايير البيئة الجديدة بحيث ان احنا نكون عندنا صناعة بيئية تتوافق مع المعدلات العالمية، ازاي ان احنا بنقدم نفسنا في صورة مختلفة في كافة المجالات الصناعية والتنموية اللي احنا اشتغلنا فيها طول السنة السنين اللي فاتت. ده مؤشر تاني مهم ان احنا ازاي بننجح، ازاي نقدم نفسنا في الصناعة. مش ده مش المفروض ان ده هيكل اداري موجود في كل وزارة وبناء عليه هي بتعلن عن نفسها؟ يعني مثلا دلوقتي الوزارة عندها مخرجات، بناء عليها لازم تعمل يعني اعلام استباقي بتتيح للناس انها تشارك، اللي هو الرئيس سيادة الرئيس دايما بيقول عليه الحوار المجتمعي. هل عندنا وزارة بتعمل حوار مجتمعي؟ هل عندنا وزارة بتشارك او بتخلي الناس تشاركها في المخرجات بتاعتها قبل ما تحصل، ولا بيبقى في حالة من الصدمة وبعد كده يقولوا العيب على الاعلام؟ معلش انا اسفه انا بتكلم، بس فعلا ده بيحصل. طيب حضرتك بتقولي احنا ازاي بنشتغل وازاي الناس مفروض تفهم اللي بيحصل. احنا بنشتغل في وسط ظروف صعبة جدا، وفي وسط دولة بتجري بالفعل، وفي وسط دولة كل المشروعات اللي كل الوزارات والهيئات اللي بتشارك في هذه المشروعات بتخضع لمعايير من السرية، رغبة ان محدش يعرف حاجة عن المشروعات، رغبة ان محدش يعرف حاجة عن السياسات اللي بيتم انتاجها. انما بالطبع في حاجات تانية الدولة لابد ان هي تفصح عنها، خاصة ما يتعلق بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطن. دي بيتم الاعلان عنها يعني واحنا على فكره بنتكلم عنها، يعني سواء وزاره النقل سواء وزاره التعليم. هي المشكله لما بتيجي حضرتك تطبقي الناس بتنسى انه تم الاعلان مثلا من سنتين ثلاثه ان وزاره التعليم في طريقها الى تطوير منظومه التعليم الثانوي باستخدام وسائل كذا وكذا 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 وكذا، فيخشوا ينخرطوا في قلب المنظومه، ومره واحده مع الوصول لمحطه النتيجه بتاعه المنظومه دي بيقول لا المنظومه ما كانتش متوافقه معايا. طب ما احنا شغالين بيها بقى لها سنتين ثلاثه. في مشاكل بتحصل، انما كل حاجة مش لازم لا نلقي بيها اللوم على الإعلام، وكل حاجة مش لابد ان احنا نلقي فيها اللوم على مؤسسات الدولة. لا، في آلية وسط للتفاهم ما بين ما يتم تقديمه من خدمة إعلامية من قبل مؤسسات ووسائل إعلامية مختلفة والمواطن. بعد إذن حضرتك، يعني وحضرتك صحفي كبير، كل مؤسسة وكل وزارة عندها بيان صحفي بيطلع، ده فكر قديم لازم يتطور. في حالة ان هو تطور وبقى بيواجه بقى الفكر الحديث، هيبقى في عنده بعد كده يلتقي بالإعلام اللي هو المقروء والمسموع والمرئي اللي هو موجودين فيه، وبالتالي هيكون عندنا القدرة ان احنا نوضح فكره، فهنلاقي يعني هنلاقي نقطة تلاقي. فأعتقد ان احنا عندنا القصور في الإعلام الاستباقي الموجود في بعض الوزارات، ده بيخلي عندهم يعني الرؤية او المشاركة المجتمعية في حاجة الى دعم. طيب ممكن اقول لحضرتك حاجة برضو مرتبطة بالأمر. الوزير السياسي، انت عند حضرتك دايما في الوزير التكنوقراط. هو معني بالعمل، معني بالانتاج، معني بتنفيذ التوجيهات وتنفيذ السياسات العامة اللي بيتم وضعها من قادة الدولة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان ده يترجم الى مشروعات حقيقية على الارض تتوافق مع الاستراتيجية العامة بتاعت الدولة.
ممكن المكون الإعلامي نتيجة الأزمة الكبيرة اللي مرينا بيها وما زلنا بنمر بيها حتى هذه اللحظة خلق نوع من أنواع التخوف من التعامل المباشر مع المؤسسات الإعلامية في معلومات مسبقة أو معلومات تتيح السبق والانفراد. وبعدين ده بيعمل إشكالية تانية، خلي بال حضرتك، إن ممكن مندوب شاطر أو ممكن صحفي شاطر بيكون موجود في هيئة، في مؤسسة، في وزارة، بيقدر يتابع من الكواليس إن في مشروع هيتم تقديمه أو في مجموعة من المشروعات هيتم افتتاحها. ده بيعمل نوع من أنواع الدربكة قبل الإعلان عنها، أو ممكن يكون الإعلان بصورة خاطئة. ده مرتبط كمان بفكرة التسابق، يعني ما هو الناس خايفة دلوقتي إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش نتيجة التسابق اللي حصل وعمل نوع من أنواع هو السيولة. هو ده فندم اللي بقول عليه كده، هو الهيكل الإداري، الهيكل الإدامي هو الهيكل التنظيمي. يعني احنا اما قلنا ان بقى عندنا هيئات استطاعت ان تؤسس هياكل وان هي تعمل كود بوك لكل مؤسسات تابعة ليها، بحيث ان احنا نقدر نشتغل وفقا لهذه المنظومة في اطار ضمان الحرية المسؤولة لتدفق المعلومات. ده امر مهم جدا في مرحلة تطور، في مرحلة تطور، احنا في مرحلة تطور، انما كم الاخطاء اللي بيحصل لا ينبغي انه يتم تضخيمه مراعاة بما تم في الدولة المصرية من يعني حراك مجتمعي كاد ان يعصف بكل المقدرات في خلال العشر سنين اللي فاتوا. انما احنا في النهاية قدرنا نستقر وبنحاول ان احنا نعيد الاستقرار تاني للمنظومة الاعلامية بتاعتنا على نحو ان هو يسمح لنا بتحقيق الاهداف اللي حضرتك بتتكلمي عليها. وده مرتبط كمان بمدى قدرتنا على استعادة ثقة المواطن في المادة الإعلامية اللي بيتم تقديمها. يمكن من هنا الحرص ممكن يكون أكتر شوية إنه ما يتمش الحديث عن المشروعات بصورة مسبقة قبل أن تكون هذه المشروعات على أرض الواقع، ما يتمش الحديث عن مشروعات بعينها إلا ما يكون موجودة على الأرض، بحيث إن ما يتم الحديث وبالأرقام عن هذه المشروعات يبقى في مصداقية بين اللي بيتم الحديث عنه وما يتم شرحه من خطوات. إنما ما يتعلق بقى بالسياسات العامة وسياسات كل وزارة وهيئة، أنا لما برجع للاستراتيجي مثلا بتاعت المنظومة التعليمية بلاقي إن الوزير حاطط الخطط من زمان، الخطط معلنة من زمان، ولكن مش التعامل مع مرونة فكرية علشان تبقى كل المادة ما تكون أكثر تأثيرا، محتاجة مرونة فكرية، حد يتقبل. والمرونة الفكرية دي بتيجي من التعليم وتغيير الموروثات الفكريه. يعني احنا عندنا ارث قديم، خلاص في ناس متصلبه فكريا ففكرها ان هو خلاص هو ده اللي تقبله واي حاجه تانية لا، الى ان بقى يحدث يحصل حاجه زي ثوره 2011 دي لا قدر الله ففاقوا، احنا فوقنا متاخر ناس كتير قوي يعني، فاحنا مش عايزين ده يحصل. فاذا احنا عندنا موروثات فكريه لابد من تغييرها، وده بيعتمد اعتقد على الثقافه، ومحتاجين كمان ان يبقى في عندنا مرونه فكريه، وده يعتمد على التعليم. بالضبط، الثقافة والتعليم زاويتين مهمة جدا داعمين للجهود اللي بيتم بثها من خلال الوسائل والأدوات الإعلامية المختلفة. الثقافة لها دور في توصيل وشرح مكونات الخطاب الجديد للدولة المصرية في كافة مناحيه، سواء الخطاب الخارجي أو الخطاب الداخلي أو الخطاب التنموي، لأن هذه دولة لها خطاب أنا بسميه خطاب الجمهورية الجديدة بعد 30 يونيو. لابد أن هو تتعمق بيوت الثقافة في ودور الثقافة على مستوى الجمهورية في نشر وتوصيل هذه الرسائل. التعليم لابد لي أن هو يستغل هذه الطفرة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة. إحنا مرة واحدة اكتشفنا أن المصريين كلهم قادرين على التعامل مع هذا الكائن الذكي المسمى الهاتف المحمول، اللي هم كانوا لغاية 2011 كتير منهم ما بيعرفش يستخدم حاجة، إنما ما تم بثه عبر هذا الهاتف الذكي من تطبيقات، من يوتيوب، من أفلام يتم بثها على اليوتيوب، و اللي كان عايز يعمل في بلادنا كده قدر يستخدم هذه الوسائل عشان يوصل للمواطن المصري الأوسع قاعدة الشريحة الأكبر من المصريين المعلومات اللي هو عايز يوصلها لهم. احنا في اتجاهنا ان احنا نستخدم كل هذه الأدوات وتمكين المؤسسات المصرية كلها من الوصول إلى هذا السبق التكنولوجي في التعامل مع هذه المادة، علشان نقدر نعوض هذا الجاب الكبير اللي حصل ولا نسمح باختراق مرة تانية من خلال استخدام الأدوات الجديدة. في كل ده هيفضل الإعلام هو الركيزة الأساسية، هيفضل وعي المواطن وقدرة المواطن على تحمل مسؤولياته المجتمعية تجاه وطنه وتجاه مؤسساته اللي لا ينبغي ان هو يستعيد ثقته فيها سريعا، وكفانا ما تم إهداره على مدار السنوات اللي فاتت.
وايضا اصلاح الهياكل المؤسسيه للمؤسسات الصحفيه والاعلاميه بكافه قطاعاتها. ده مهم جدا في المرحله القادمه علشان تقدر هذه المؤسسات تستمر في ضخ الكفاءات الاعلاميه والصحفيه اللازمه للتصدي لكل هذا الهجوم اللي تتعرض ليه الدوله المصريه على مدار السنين السابقه. هي دي الفكره المهمه جدا الحقيقه، تطوير المؤسسات الصحفيه وحل المشاكل اللي فيها. هل احنا تاخرنا في الموضوع ده؟ الصحفي اللي كان بيسعى دايما للحصول على خبر غير الصحفي اللي دلوقتي بياخد البيان الصحفي بكل اخطائه بينزله، ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف الـ 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 الاستسهال. يعني عايزين نحط المواضيع في نصابها. لا، احنا كنا اتربينا، احنا اجيال اتربينا في وسط صحفي واعلامي. لا، كان في تعب، كان في احنا كباحثين على الاقل كنا بنروح في المكتبه مثلا ثلاث اربع ايام احنا معزولين في المكتبه. كنت بروح انا وزميل ليا اسمه دكتور ايمن عبد الوهاب باوامر من دكتور وحيد عبد المجيد، معزولين في المكتبه بنجمع ماده اوليه للكتابه. النهارده هذه الوسائل الاتصاليه والتكنولوجيا الحديثه عملت نوع من انواع السيوله المعرفيه. بقى سهل اي حد ان هو يقدر يحصل على معلومه، سهل انه يتم تبادل الخبر، ما بتلاقيش فرق في الصياغه. زمان لا، زمان كان في مندوبين في الوزارات كانوا بيتسابقوا على كل واحد يبين حرفيته قدام الوزير اللي مسؤول عن الوزاره دي، بيقرا الموضوع ويفهمه، بيعبر بطريقته، هو ده المطلوب، يبين له ازاي ان هو قادر ينقل سياسات الوزير وفكر الوزير وفكر الوزاره تجاه المخطط ان هي توصل للراي العام بسهوله وبيسر بادوات مختلفه، سواء تحقيق، سواء حوار، سواء مقال، يعني ادوات مختلفه يملكها الصحفي من المهارات تمكنه من اداء هذا الامر بسهوله. النهارده بقى نوع في نوع فعلا من يعني الاستسهال. الاستسهال ده عمل ازمه كبيره جدا. ما فيش الباحث ولا ولا الصحفي الحريص على هذا الامر اللي حضرتك بتقوليه. كتير من زملائنا بيعانوا منه ان الكلام بيتقال انه ايه الفرق بين الجورنال ده والجورنال ده. ما زالت بعض الصحف بتحتفظ بميزتها الخاصه. يعني الاهرام هو معروف طول عمره صحيفه النخبه، الجمهوريه صحيفه شعبويه بطبعها، كان هو ده السمعه اللي اكتسبتها الصحف. والاخبار الصحافه الميدل كلاس بين الجورنالين. لما تشوفي حضرتك طيب. المنتجات دي كلها النهارده لا احنا عشان وقتنا، وانا عايزه استغل وقت حضرتك، يعني احنا لو تخيلنا ان الوعي زي عماره بنبنيها، اي عماره طبعا بنحتاج ان احنا نضع التصميم لها الاول وبعد كده بحط الاساس وببني عليه. الوعي ده لو عماره او مشروع قومي انا ببنيه، ايه الاساس بتاعي اللي هحطه وايه التصميم اللي انا عايزه اوصل له؟ الاساس بتاعي الهيئات وال التعليم والاعلام. الاعلام في الاساس، الاعلام هو القاعده اللي هتبقى حامله لكل القطاعات الثانيه. ليه؟ لان التعليم بيشتغل، الثقافه بتشتغل، الاسره بتشتغل. الوسيله الاخطر المؤثره هي الاعلام. فهيفضل الاعلام هو بؤره التحرك تجاه التاثير في الراي العام وتشكيل الراي العام تجاه القضايا التي تهم الوطن في هذه المصلحه وتحقيق الاهداف الوطنيه والمصلحه القوميه. طب الاعلام ده المفروض يطور نفسه؟ الاعلام المفروض يطور نفسه. دور مين بقى تطوير الاعلام؟ ده دور المجالس والهيئات. اتصور ان احنا ابتدينا، يعني احنا لو بنتكلم للناس، لا احنا ابتدينا من 3-4 سنين ان احنا نهيكل مؤسساتنا، ان احنا نشتغل على مؤسساتنا، ان احنا نحاول ان نطور من الاداء. عملنا برامج تدريبيه، عملنا اللقاءات المباشره، يعني في اكتر من اليه تم عقدها طول الفتره اللي فاتت بحيث التمكن من القدرات عشان نقدر نرتقي بهذه المؤسسات في المستقبل. الارقام على الارض بتقول ان في انجازات كتيره تمت. الوضع الاعلامي بصفه عامه النهارده ليس هو الوضع اللي كنا فيه في 2011 لغايه 2015، لا، الدوله المصريه بقى ليها اعلام قادر، اعلام مؤثر، اعلام قادر يسمع، اعلام بيصنع الفارق. خلي بال حضرتك انت في حاجات بتتقال هنا في اكسترا نيوز وبتتقال في كل القنوات المصريه، احيان كتير بتنقل عنها السي ان ان، احيان كتير بتنقل عنها باقي وسائل الاعلام الدوليه. بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لنا الكاتب الصحفي الكبير استاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير السياسه الدوليه، نورتنا يا فندم. شكرا، شكرا لحضرتك. وبشكركم مشاهدينا، غدا ان شاء الله منشط جديد مع رانيا هاشم، الى اللقاء.